تلاميذ سنة ثانية ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار فصل في مادة الرياضيات، سنقوم بحله معا. المرحلة الأولى، أكمل ملء الجدول. لدينا جدول الضرب، نكمله. 3 ضرب 1، 3 ضرب 2، 3 ضرب 3، ونواصل. إذا نراجع جدول الضرب معا. 3 ضرب 1، أحسنتم، تساوي 3. 3 ضرب 2، جيد، تساوي 6. 3 ضرب 3، 9، أحسنتم. 3 ضرب 4، جيد، 12. 3 ضرب 5، 15. 3 ضرب 6، جيد، 18. نواصل. 3 ضرب 7، أحسنتم، 21. 3 ضرب 8، جيد، 24. 3 ضرب 9، 27. 3 ضرب 10، جيد، 3. هكذا أنجزنا جدول الضرب 3. نواصل مع التمرين الثاني. أحسب ما يلي. إذا لدينا عملية الطرح، عملية الجمع، عملية الطرح، وعملية الطرح. نبدأ بعملية الطرح. 9 ناقص 5، إذا لدينا 9، 9، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، على وقع خارجية، ناقص 5، وشرطي بخمسة. 1، 2، 3، 4، 5، كم يبقى؟ جيد، 1، 2، 3، 4. 7 ناقص 3، نفس الشيء، نضع 7، 4، 5، 6، 7، وأشطب على 3. 1، 2، 3، بقية 4. إذن أو مباشرة 9 ناقص 5 تساوي 4، 7 ناقص 3 تساوي 4. نلتقي إلى العملية الثانية، عملية الجمع. 5 زائد 7، إذن 5 زائد 5 ونضيف لها 7. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، هذا وقع خارجية. 5، 6، 7، 5 في الرأس، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، جيد. نكتب 2 ونحتفظ بالعشرة. إذن 5 زائد 2، جيد، تساوي 7، لا ننسى الواحد، تساوي 8. 1 زائد، هنا لا يوجد شيء، يمكن أن نكتب 0. 1 زائد 0 تساوي 1. إذن الوحدات مع الوحدات، العشرات مع العشرات، والمئات مع المئات. ننتقل إلى العملية الثالثة. 3 ناقص 8، معنى 3 أصغر من 8. 3 ناقص 8 نقول لا نستطيع، جيد. أستعير 10 وأطرحها من هنا، 9 تصير 8. إذن 3 ناقص 8 لا أستطيع، أستعير 10 وأطرحها، 9 تصبح 8. لدينا هنا 13 ناقص 8، 8 ونصعد، 8، 9، 10، نتوقف عند 13، 8، 9، 10، 11، 12، 13. إذن أو نكتبها من هنا، 8، 9، 10، 11، 12، 13، نتوقف عند 3 ونحسب، جبت 5. 8 ناقص 4، جيد، تساوي 4. إذن 83 ناقص 48 تساوي 45. نواصل. 82 ناقص 15، 2 ناقص 5، جيد، لا نستطيع، أستعير 10 وأطرحها من هنا، 7. 12 ناقص 5، من 5 ونصعد، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، نتوقف عند 12 ونحسب كم أجي، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، نكتب 7. إذن 12 ناقص 5 تساوي 7. 7 ناقص 1، جيد، تساوي 6. إذن نراجع العملية. 82 ناقص 15 تساوي 67. الوضعية الثالثة، المطلوب أكمل. لدينا 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3 على شكل مجموعة، نكتبها على شكل ضرب أو في. إذن نكتب 3، العدد المتكرر هو الذي نكتبه، 3، ونحسب كم يوجد من عدد من 3، 1، 2، 3، 4، 5. إذن العملية هي 3 ضرب 5، عدد 3، ونحسب عدد المرات،
جدول ضرب 3 في 5 هنا 3 ضرب 5 تساوي جيد 15. نواصل 8 زائد 8 زائد 8 زائد 8 نكتب 8 ونحسب كم يوجد من 8 1 2 3 4 إذن 8 ضرب 4 أو نفس الشيء 4 ضرب 8 4 ضرب 8 أحسنتم تساوي 32. يجب حفظ جدول ضرب 4. العملية الثالثة 3 ضرب 4 ضرب، إذن يمكن أن نعكسها تساوي 4 ضرب 3. 3 ضرب 4 تساوي 4 ضرب 3 حسب جدول الضرب 3 ضرب 4 تساوي أحسنتم 12. نواصل، هنا لدينا عملية الضرب ونرجعها عملية الزائد. هذه الخمسة نكتبها خمسة ونكررها خمس مرات، مرتين، ثلاث مرات، أربع مرات، خمس مرات. إذا خمسة ضرب خمسة جيد تساوي 25. إذا لما تكون لدينا الجمع نكتب هذا العدد ونحسب عدد المرات في، ولما يكون لدينا في نكتب خمسة ونكررها خمس مرات. تسعة ضرب عشرة أحسنتم تساوي 90 أو 10 ضرب 9 تساوي 9. تلتقين إلى المشكلة. قطف عمر من شجرة التفاح 3 سلات وفي كل سلة 5 حبات، 5 حبات تفاح، ما هو عدد التفاحات التي قطفها عمر؟ إذن لدينا عمر قطف عمر من الشجرة 3 سلات، السلة الأولى، السلة الثانية، السلة الثالثة، في كل سلة 5 حبات تفاح، هنا 5 حبات وهنا 5 حبات وهنا 5 حبات. لاحظوا أن هنا تكرار 5 3 مرات 5 5 5 5. ما هو عدد التفاحات؟ بما أن كاين تكرار 5 مرات و 5 مرات و 5 مرات نستعمل عملية أحسنتم الضرب. إذن عدد التفاحات كلية هي 5 ضرب 5 ضرب 3، أو يمكن كذلك كتابة 5 زائد 5 زائد 5 نفس الشيء، 5 زائد 5 زائد 5 أو 5 ضرب 3 كما وضعنا هنا من الجمع نرجعها ضرب. 5 ضرب 3 من جدول الضرب تساوي 15. كذلك هذه الإجابة صحيحة. ما هو عدد التفاحات؟ نضع العملية عمودية هنا، 5 ضرب 3 تساوي 15. أخطأنا. إجابة، ما هو عدد التفاحات التي قطفها عمر؟ نجيب، عدد التفاحات التي قطفها عمر هي 15. إذن أجبنا على السؤال. قطف عمر 3 سلات، كل سلة تحتوي على بها 5 حبات، ما هو عدد التفاحات؟ إما نكتب عملية الزائد 5 زائد 5 زائد 5 أو نرجعها ضرب، 5 ضرب 3 تساوي 15. من الأحسن نستعمل عملية الضرب. عملية الضرب، عدد التفاحات التي قطفها عمر هي 15. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد، وإلى اختبار قادم إن شاء الله. والسلام عليكم.